مرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الثقافية. نشطت الفرقة النمساوية أولغيت غيسكلاغ بوهران بالمعهد البلدي للموسيقى أحمد وهبي حفلا موسيقيا بمناسبة الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الأوروبي، وتجاوب الجمهور الوهراني مع اللوحات الموسيقية التي أدتها الفرقة من نوع الجاز. معمر سفيان كان حاضرا. Ce concert a été réalisé dans le cadre du 14e festival de l'Union européenne, qui généralement a toujours eu lieu jusqu'à présent à Alger. Et cette année, pour la 14e édition, il a été décidé de sortir un peu d'Alger et de faire des événements en dehors d'Alger. Le public à Wahran va s'ouvrir du côté de la musique qui va venir ici, dans le Mahad al-Baladi. Et la chose la mieux, راهم كاين بزاف اللي راهم يخطوا غناء تاع الراي اللي ماشي مليح. تحدث المدير العام لمؤسسة نجمة جوزيف جاد على هامش الحفل الذي نظم على شرف الإعلاميين الجزائريين بمناسبة الطبعة 7 لمسابقة نجمة للإعلام عن العدد القياسي للمشاركين هذه السنة، بالإضافة إلى المفاجأة التي تحضرها نجمة لزبائنها. وفي الفرح ايضا، لكنه قد يتحول الى جاسوس. تختلط الشبكات الهاتفيه. على تمر اللحظات نستعمل هذه نجمة تنظم لسابع سنة متتالية، للسنة السابعة المتتالية هذا الحفل ميديا ستار، الذي هو أصبح يعني محطة سنوية لكافة الإعلام، للعائلة الإعلامية الجزائرية الكبيرة. هذه الطبعة بالأخص شكلت ريكور لعدد المشاركين، وصل عددهم إلى 141 مشترك. أعلننا اليوم عن إطلاق الجالاكسي اس 4، مشاركة بارتنريا مع سامسونج. إن هذا عمل أقدمنا عليه منذ حوالي 4 أشهر وأكثر لجلب الاس 4 الذي هو يعني منتظر عالميا في الاسواق الجزائريه بسرعه. وقال المحظوظون الذين فازوا بالمسابقه انهم سعداء جدا بهذا التتويج الذي يشجعهم على بذل مجهودات اخرى في المستقبل. هذا العام الحمد لله انا متواجده، شكرا لنجمه. اشكر جلاله الشعب واشكر المديره امينه دباس هي اللي عاونتني على هذه المسابقه هذه. تري كونتون ميرسي ا تو الموند، ميرسي ا نجمه. تقدري تقولي في الجزائر هذه المبادره الوحيده اللي تشجع الاعلام وتعطي الفرصه للاعلاميين انهم على الاقل يتلاقوا. بيان سور انا فرحانه بهذا التتويج ونهني كل الفائزين والمتوجين اليوم في نجمه الاعلام. الخاصيه الاولى هي العدد الهائل من المتسابقين في مختلف المجالات التي تمت فيها المسابقة. الخاصية الثانية هي نوعية الأشغال التي قدمت. الخاصية الثالثة هي يعني التحكم في الجانب الصحفي. وقبل الإعلان على أسماء الفائزين في مسابقة نجمة الإعلام لسنة 2013، كرمت مؤسسة نجمة مجموعة من أعمدة الإعلام في الجزائر، عبروا في ميكروفون الزميلة زهيدة ثابت على فرحتهم بهذا التكريم. ليس التكريم في حد ذاته إحساسي به، إحساس كبير لما يحترف لك الآخر بما قدمت. في يوم كي كرموني يعني فقت لي بلاك بلاك كجي ريوسي ا كونستروير كيلكو شوز. هذا التكريم هو موجه اولا للجزائر كبلد قدم نفسه للعالم، كبلد رائد، بلد قائد. Je suis très touchée et à chaque fois qu'on parle de mon défunt époux je suis émue. اليوم نجمه هذه خدات المبادره ونستكثروا خيرهم. كرمت مؤسسة الأمير عبد القادر ملحن أغنية نداء الأمير نبلي فاضل والفنان التونسي لطفي بوشناق الذي أدى الأغنية، وذلك في حفل مميز احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا بالقبة. اليقوت سارة غرداوي كانت حاضرة وجاءت بهذه التصريحات.
ذكرى لوفاة الأمير عبد القادر. جينا من دائرة غريش باسم جمعية الأمير عبد القادر وباسم فرسان كل ولاية معسكر. هذو الأطفال اللي لازمنا نعاونوهم ونعاونوا أطفالنا اللي عندهم يعني مشاكل وما عندهمش الإمكانيات باش ننجموا نبادروا في مساعدتهم. كما عبر الفنان والملحن نبلي فاضل عن امتنانه لهذا التكريم وعن اعتزازه بهذا العمل، كما تحدث ابن الفنان لطفي بوشناق الذي حضر نيابة عن والده عن افتخار الفنان التونسي بهذا التكريم. العمل اللي كرماته عليه هو الأغنية اسمها نداء الأمير ولا يا فارس الصحراء من كلمات سمير سطوف وألحان وتوزيع فاضل وغناء لطفي بوشناق ويوسف توفيق. الأغنية عجبت الأغلبية متاع العبيد والناس الكل تطلب في السي دي تحب تاخذه وتسمع الأغنية. والدي ما كانش يمكن يكون في الجزائر، الله غالب هو كان متأسف يعني على عدم حضوره للتكريم تاعو. وعلى هامش هذا الحفل قدم الفنان التشكيلي الياباني هيروشي إياشي الحامل للميدالية اليابانية الملكية للفن لوحة فنية تبرز القيم الإنسانية التي بنى على أساسها الأمير عبد القادر قيم الدولة الجزائرية. الياقوت سارة غرداوي التقت الفنان وجاءت لنا بالتالي. Exactement le portrait, mais je voudrais plutôt m'exprimer l'image réelle de l'Emir Abdelkader, y compris de son esprit de combat et puis un rêve de création du pays paisible. ستنظم الطبعة الثامنة من مهرجان الوطني للأغنية الشعبية ما بين 19 إلى غاية 26 جويلية القادم في ثلاث مناطق من الوطن نظرا لضيق الوقت تحت إشراف المحافظ نور الدين بوختام ولجنة تحكيم متكونة من عدد من نجوم الأغنية الشعبية وشعراء وملحنين. وسيكرم المهرجان الشاعر مصطفى التومي الذي فقدته الساحة الثقافية الجزائرية منذ أيام، وهو الذي أبدع في القصائد الشعبية منذ أكثر من 50 سنة. زهيدة ثابت عدد بالتفاصيل. طبعة هادية راح يكون فيها الجديد إن شاء الله. من بين الأمور الجديدة هو أنه يتم انتقاء الشباب، خاصة الشباب، وحددنا هذه المرة حددنا السن من 18 إلى 40 سنة. التصفيات راح تكون على شطرين، الشطر الأول اللي يكون يخص بولاية الشرق اللي حصرناها في مدينة قالما إن شاء الله اللي تستضيف تصفيات على الجهوي الشرقي، ومدينة شلف اللي تستضيف تصفيات الجهوي الغربي، والتصفيات تاع الوسط راح تكون على مرحلتين. في عملية الاختيار راح تكون يكون الأداء قصير حتى يتم الانتقاء، باسكو الجوري يعني لجنة التحكيم راح تركز على بعض الأشياء الدقيقة. تناول الملتقى العالمي لمهرجان المسرح الوطني المحترف الذي يعقد ثلاث أيام بداية من 26 مايو الكتابة المسرحية في الوطن العربي وإشكالية الاقتباس والترجمة. وقد شارك في هذا الملتقى أساتذة مسرحيين من مختلف البلدان العربية منها مصر، أردن، عراق ولبنان. أمينة خليل زارت الملتقى وعادت بالتالي. في مثل هذا الملتقى يعد اشتراط أساسي لتحقيق تبادل الخبرات. نحن نأتي من أماكن مختلفة، نحمل معنا أفكار مختلفة، أسئلة متباينة وتطلعات مختلفة، وبالتالي فهذا الحوار هو نقطة الصفر للبدء نحو اكتشاف فضاءات جديدة، اكتشاف مناطق جديدة، أسئلة جديدة. وهذه الأسئلة هي ليست اندفاعات جمالية فحسب، وإنما هي منطلقات لتفعيل العلاقة ما بين المسرح والجمهور. وفي نفس السياق تطرق الملتقى إلى العروض المسرحية التقليدية وكيفية معالجتها بأساليب حديثة تواكب العصرنة. مداخلات الملتقى يعني استطاعت ان تصل الى النص المسرحي معالجه نظريه ومعالجه تطبيقيه، وهذا يعني يعطي صوره عن الملتقى انه كان يعني هادفا وناجحا الى درجه كبيره. لماذا؟ لان الاساتذه الذين حضروا من لبنان ومن مصر بكثافه، من العراق، من تونس، من فلسطين الى اخر ذلك، يعني كانوا تقريبا كلهم على علاقه حميمه النص المسرحي وبالخشبة بشكل دقيق. ف
فاز فيلم حياة أديل للمخرج التونسي عبد اللطيف كشيش بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في ختام دورته 66. وقال المخرج التونسي في نهاية الحفل أنه أهدى الجائزة إلى الشباب في العالم ولتونس وللربيع العربي. أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب الممثل الأمريكي بروس ديرين عن فيلم نبراسكا، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفرنسية بيرينيس بيجو عن فيلم الماضي، كما فازت بالسعفة الذهبية لأفضل تمثيل نسائي. عاد الفنان السعودي محمد عبدو بألبومه الجديد، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الغنائية. يتضمن الألبوم عددا من الأغاني الجديدة، وتعامل عبدو في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء في مواضيع متعددة، من بين الأغاني التي سجلها بعلن عليها الحب، كلام القلب، وحدة بوحدة، أموت وأعرف. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. تقبلوا تحياتي وتحية معدة النشرة زهيدة ثابت، في أمان الله.